يعني الراجل يستحق كل خير، انه بيعمل حاجات كتيره جدا جدا لنادي الاتحاد اللي بيعشقه. يا استاذ محمد الف مبروك. حبيبي يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ محمد الف ربنا مبروك. يكرمك. الله يبارك فيك يا كابتن، متشكر. معلش احنا كنا اجازه الاسبوع اللي فات وقت المباراه، فقلت لا لازم احتفل يوديك حق وحقك وحق نادي الاتحاد السكندري طبعا النهارده بمناسبه الفوز بالكاس. يعني مش غريب عليك كابتن كريم، كتر الف خيرك بجد. لا ده حقك يا استاذ محمد وحق نادي الاتحاد علينا طبعا. يعني الحمد لله الحمد لله. مش جايبين لك لقطه اهو، بص يعني سبت المنصه وسبت كل حاجه وقمت بتحتفل. لا ما بص، انا في موضوع الباسكت، والباسكت زي ما انت عارف يعني غير بيختلف عن الكوره يعني، وموضوع ان الماتش كله كان كريتيكال بصراحه، والوقت الاخير كان صعب جدا. ايوه مع ان النادي الاتحاد يعني كان طول المباراه متقدم، ولكن جه فتره في فترات اخر حوالي دقيقه او دقيقتين حصل تعادل من النادي الاهلي، فالماتش ابتدى يبقى كلوز قوي. ولكن الحمد لله اللعيبه عندها من الخبرات ان هم ممكن يكسبوا مباراه زي كده. حابب ان انا ابارك طبعا لجميع نادي الاتحاد، وابارك للعيبه نادي الاتحاد، والكابتن احمد عمر المدير الفني ادى اداء رائع جدا جدا، واللعيبه كلها على قد المسؤوليه. الحمد لله يعني احنا 3 سنين ما خدناش بطوله دوري وكاس، فدي بدايه ان شاء الله. بطوله الكاس ده بطوله صعبه مع فريق كبير زي النادي الاهلي، طبعا فريق يعني واخد بطولات الفتره اللي فاتت بشكل محترم جدا، مدير فني قوي وماجستير قوي ولاعيبه قويه. ولكن الحمد لله لعيبه نادي الاتحاد على كان على قد المسؤوليه، وكلهم بصراحه يعني زي ما انت حضرتك عارفهم بالاسم كابتن كريم، كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا. منتخب مصر انت عامل فرقه جامده، عامل فرقه جامده في الاتحاد. عندنا بصراحه عندنا سكواد محترم جدا جدا، ايوه، وكلهم لعيبه على مستوى عالي جدا. فالحمد لله انا شايف ان النتيجه كبيره، وشايف انها بدايه وجايه في توقيتها بصراحه، توقيت محترم جدا. انت عندك خلال الشهر ده عندك برضه سيمي فاينال في مع سبورتنج بيست اوف فايف خلال الفتره، دوري السوبر الباسكت، دوري السوبر الباسكت يعني دلوقتي بتبتدي حتى ماتشات الاهلي والزمالك بيلعبوا برضه اللي هم الاهلي كسب الزمالك النهارده، هنجيب برضه اللقطات عشان ندي النادي الاهلي حقه يعني بعد ما نخلص مع حضرتك. دور قبل النهائي فيعني ابتدى، وهم الاهلي والزمالك هيلعب الاسبوع ده، والاتحاد هيلعب تقريبا في الاسبوع الثالث من شهر مايو. ايوه خلال فتره توقف النادي الاهلي من عشان يكون مسافر في بطوله البال تقريبا في رواندا. ايوه في الوقت ده الاتحاد يلعب مع سبورتنج يعني، فان شاء الله تبقى بدايه، وتبقى ان شاء الله نطلع للمباراه النهائيه ان شاء الله بيست اوف فايف، نتكاسب مباراه الزمالك والاهلي فان شاء الله. اعتقد البطوله دي بتمثل لك حاجه كبيره جدا، خصوصا النادي الاتحاد بقى له فتره غايب عنه البطولات رغم الاستقرار الاداري والفني والمادي ومجلس الاداره، يعني بطوله والله مهمه. والله يا كابتن كريم انت حضرتك طبعا انت في المجال وعارف كل الجيله الصغيره طبعا، اللي انا بعمله في نادي الاتحاد خلال الفتره اللي فاتت دي يعني صعبه جدا الواحد يتحملها. ايوه موضوع صعب يعني درجه كبيره جدا. انت حضرتك يعني لما تتكلم في انديه كوره حتى يبقى عندهم لعبه واحده بس هي لعبه كره القدم، فبالك بقى لعبه يعني نادي الاتحاد كده عنده جميع الالعاب، الباسكت والطايره والكوره وكل الالعاب عنده. ايوه اكثر من 18 لعبه، فتتحمل انت مسؤوليه نادي باللي فيها بالامور الماليه الغير عاديه. فلكن الحمد لله يعني ان شاء الله نادي الاتحاد يكمل بالشكل ده، وربنا يقوينا على الحمل الثقيل اللي احنا شايلينه، وان شاء الله يعني بطوله الكاس تكون بدايه البطولات لنادي الاتحاد هذا الموسم كره السله، وان شاء الله يعني تتوج برضه ببطوله الدوري العام اللي هي طبعا تبقى صعبه جدا جدا، ولكن ان شاء الله اللي يبقى على قد المسؤوليه يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. انا سامع كلام كده ان انت قلت تصريحات ان يعني الدوره دي هتكون اخر دوره ليك كرئيس نادي الاتحاد، ويعني وانا بقول خساره ان حرام يعني بعد الشغل ده كله وبعد ما نادي الاتحاد بدا يرجع تاني للبطولات ان الاستاذ محمد مصلحي ما يكونش موجود في نادي الاتحاد. بص يا كابتن كريم، هي دي سنه الحياه اولا يعني. ايوه سنه الحياه، انت عمرك ما هتخلد في مكان، ولا عمرك هتبقى انت طول عمرك عايش في هذا المكان، ولكن هو نادي الاتحاد احنا عندنا لائحه، انا بحترم اللائحه واللائحه دي مصمم عليها. ايوه انت بتأدي دورتين الحمد لله، يعني بقالي 7 سنين وشويه ماسك نادي الاتحاد، ما شفناش غلطه الحمد لله لغايه دلوقتي. نادي الاتحاد ماشي بخطى ثابته جدا في كل الالعاب، هي كره القدم وحضرتك تعلم يعني ايه كره القدم. عارف طبعا. وتعلم يعني ايه المسؤوليه، وحضرتك عشتني خلال الفتره اللي فاتت دي. أيوة. وعارف قد ايه حجم الاحمال اللي احنا بنعملها، وفي حمل طويل جدا جدا. فالحمد لله انا ما قصرتش، ولا مجلس اداره معايا قصر، ولكن الحمد لله يعني انا شايف ان انا اديت اللي عليا وزياده، ادي فرصه بقى لغيري ان هم يجوا يديروا نادي الاتحاد بشكل يليق باسم نادي الاتحاد. انا بقول لك اهو يعني اعضاء وجمهور نادي الاتحاد مش هيسيبوك تعمل اللي انت بتقول عليه ده خالص.
ما بص يا كابتن، مش هيسيبوك والله، لا يمكن. انا يعني مع احترامي طبعا لكل اعضاء الجمعيه العموميه والمرشحين اللي هينزلوا، لكن انا عارف محمد مصلحي، يعني مش مجامله والله، عشان احنا بنتكلم على الهوا، انت عارف الراي دايما انا بقوله يعني، وفي غياب حضرتك. انا عارف كده لكن والله، انا عارف. مش عارف، انا مش شايف ان مؤيد. الاتحاد يقدر يمشي بشكل اللي هو ماشي عليه دلوقتي من غير محمد مصلحي. والله بص يا كابتن، اكيد يعني الناس حاسه باللي انا عملته، واكيد الناس مقدره طبعا المجهود اللي انا عامله، ولكن انا يعني في وقت معين بتبقى خلاص، يعني انت حاسس ان انت اديت رسالتك، مش تقدر تدي قد كده، والموضوع الناس مش متخيلاه، ايوه قريبين من الكوره، قريبين من المجال بتاعنا. الموضوع لا صعب، انا عارف مش سهل. لا مش صعب يا كريم، كريم انا هقول لك كلام، الموضوع مش صعب، الموضوع استحاله. ايوه استحاله لو انا اقعد معاك يعني فيس تو فيس كده وتشوف الارقام وتشوف الدنيا، انت يعني تقول لي انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايوه ولكن في الاخر هي قدرات، مش تقدر تتحمل اكتر من كده. ولو ان احنا مع يعني معلش هتجيب منين؟ والناس يعني انا بقى كمان بقى اللي بتفوتني بقى حاجات بقى اللي هي بتجنني، يعني الناس تكلمك تقول لك ايه عاوزين فلان وعاوزين فلان، يا جماعه بس براحه بس، انتوا مش فاهمين حاجه، الموضوع مش فاهمين اصلا. بص، لو ما بولولو اتباع بيع حلوه كده هتلاقي الدنيا ماشيه بشكل كويس. وعندنا عروض الحمد لله لما بولولو كثيره، وناس اتكلمنا من كذا حته، ولكن في الاخر انا مستني طبعا. الدوري صعب، وانا بصراحه يعني زعلان ان انت مشيت بصراحه من نادي البنك، يعني انا لا معلش، هي دي سنه الحياه زي ما حضرتك بتقول من شويه. الله يعني بقى، انا لسه الله بقى، هتكلم انا في القصه دي بعد، بس يعني هي دي الحياه. وبعدين في عدم توفيق الفتره اللي فاتت كده، فانا الراجل القديم اللي بقى لي 4 سنين، فيعني ممكن انا شويه لازم انا اللي اتحمل. يعني الناس محترمه انت جدا. بتقول سنه الحياه وتزعل طول التغيير، ما اصل لا البنك الاهلي يمشي من غير كريم، بس الاتحاد ما يمشيش من غير محمد مصلحي. ده من اصلك يا كابتن، والله والله من اصلك يا كابتن كريم. الله يخليك يا استاذ محمد، الله ان شاء الله يخليك. يبقى خير يا كابتن، وان شاء ان الله شاء الله باذن الله، ما تعرفش ربنا كتب لنا ايه، ان شاء الله. وان شاء الله بكره عندنا ماتش صعب جدا مع النادي الاتحاد. ما لسه هكلمك بقى عن ماتش بكره بقى، الكوره غير الباسكت. شايف طبعا شايف الدنيا ايه؟ وبعدين الاتحاد كسبان الماتش اللي فات البلديه، ويعني الامور برضو مركز كويس في جدول الدوري، قريب مش بعيد من مربع الذهب. بص يعني انت طبعا انت يعني انت شايف الدوري ماشي ازاي السنه دي، الدوري صعب جدا جدا، وحضرتك معاشر طبعا الموضوع، وبرضه لازم اقول برضه لازم اشيد ان نادي الاتحاد في المركز متقدم جدا في الدوري، يختلف عن كل السنوات السابقه على يدك انت طبعا. الشكل مختلف، اللعيبه مختلفه، السكواد محترم، كابتن طارق عامل مجهود يعني رائع. طبعا عندنا ماتش مهم جدا جدا بكره مع النادي الاهلي، مباراه صعبه، مباراه مش سهله طبعا، تلعبها في القاهره، والنادي الاهلي بيحضر نفسه لنهائي كاس افريقيا. ولكن اللعيبه انا امبارح اجتمعت بيهم انا ومجلس الاداره، عندهم اصرار ان يعملوا حاجه كويسه. اتمنى باللي انا سمعته منهم امبارح ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه، وان هم اذا عندنا هدف الناس كلها متعشمه ان احنا ممكن من خلال مباراه بكره، يعني على الاقل تقدير لو خدت نقطه ممكن تلعب افريقيا. لو تاخدوا بالجزء الاول من الدوري اللي هو زي ما هم بيقولوا الدور الاول. الدور الاول. ان المباراه بكره مباراه مؤجله. مباراه مؤجله لان تكمل بيها ال 17 مباراه. ايوه بالظبط. يعني انت لو بكره تلعب الماتش ال 17، لو اخدوا بنتيجه الاتحاد الافريقي الدور الاول. الدور الاول يبقى نادي الاتحاد لو اخد نقطه يبقى المركز الرابع، وده يأهله يلعب في البطولات الافريقيه. حاجه جميله جدا طبعا. فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا الحافز ان احنا نعمل مباراه طيبه. ويبقى لو اتخذ هذا الموضوع يبقى نادي الاتحاد من فترات من اكثر من 20 25 سنه ما بنشاركش في بطولات افريقيا، فده بالنسبه لنا يبقى حافز كويس جدا، ويتحسب لنا ويتحسب لمجلس الاداره ويتحسب للفريق الكوره. طبعا اتمنى طبعا ان شاء الله التوفيق للنادي، وان شاء الله يقدم مباراه طيبه ويليق باسم نادي الاتحاد. اكيد. انا بشكرك وببارك لك على البطوله، وببارك لكل جمهور الاتحاد وجمهور اسكندريه، ودايما كده بطولات لنادي الاتحاد يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن كريم، ودايما موفق، وان شاء الله اشوفك على خير دايما يا كابتن. الله يخليك يا استاذ محمد. حاضر الكابتن، حتى شحاتك كيلو. الله يخليك يا استاذ محمد، بشكرك بشكرك، كل سنه وحضرتك طيب. بشكر طبعا استاذ محمد مصلحي، والف الف مبروك لنادي الاتحاد السكندري.